السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي الأعزاء، كيف الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير. في بادئ الأمر نأسف على التوقيت اللي كان بالخطأ، كان أكو فد خلل معين وإن شاء الله تعالج هذا الخلل. دكتور سيف، نعم دكتور علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، متواجد؟ نبدأ إن شاء الله حتى نستغل الوقت. نعم، بس أشارك العرض على اللابتوب حتى يظهر. ماكو مشكلة، أنا عندي فد شي بسيط نعم أتكلم عليه وبعدين إن شاء الله نبدأ. إخواني الأعزاء، اليوم الندوة العلمية حول الإرهاب البيولوجي، وكان سابقا قبل أسبوع السبت الفائت أخذنا الندوة العلمية حول الذكاء الاصطناعي، ولذلك هذه الندوة، وإن شاء الله الأسبوع القادم كذلك عندنا الندوة الثالثة، وهي 3 ندوات مرتبطة بدورة الذكاء الاصطناعي المقامة في جامعة السليمانية إن شاء الله حضوريا وإلكترونيا. في بادئ الأمر نذكر مؤطر الندوة هو الأستاذ الدكتور سيف جبار ياسر المياحي، بروفيسور في كلية الطب جامعة الكوفة وحقوقي في رئاسة الجامعة، حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الطب في الفيروسات الطبية، حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون، وناشط أكاديمي علمي فكري ثقافي وكذلك حقوقي. أدار العديد من الفرق البحثية ونشر العديد من البحوث المنشورة محليا ودوليا وفي مجلات عالمية، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وأشرف على العديد من طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وشارك بعضوية ورئاسة العديد من اللجان مناقشات الماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات، وتقييم وتقويم العديد من الأطاريح والرسائل والأبحاث العلمية، أدار العديد من المناصب الإدارية والعلمية، أقام العديد من الندوات العلمية والتوعوية داخل مؤسسة التعليم العالي وخارجه. هذا مبسط للسي في الأستاذ دكتور سيف جبار ياسر المياح، وكذلك هو من أعز أصدقائي. دكتور سيف طبعا متمكن جدا في الأمور العلمية والبرامج العلمية، ولذلك راح يكون معنا في دورة الذكاء الاصطناعي، راح نستفاد كذلك من خبرته موجودة هناك في جامعة السليمانية. الآن إخواننا الأعزاء راح نبدي الندوة مالتنا، هي ندوة الإرهاب البيولوجي. في نهاية الندوة، قبل نهاية الندوة ب5 دقائق، سوف أرفع لكم رابط لتسجيل الحضور على الشات، فبإمكانكم استخدام الرابط، لأن وقت الرابط بسيط جدا، بإمكانكم تسجيل حتى يصدر لكم أمر إداري بالحضور بندوة الإرهاب البيولوجي. أهلا وسهلا بالجميع، تفضل دكتور سيف. شكرا جزيلا أستاذي وزميلي وأخي دكتور علي على هذه المقدمة. بس أستميحك عذرا، عندي حساب ثاني إذا تجعله أيضا كو حتى أعرض من خلاله إذا أمكن. حسابك الثاني؟ أي أيضا أستاذ دكتور سيف المح، أنا داخل من حسابين، واحد موبايل وواحد لابتوب. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. أستاذ محمد بالمركز، إذا تتمكن، يعني حضرتك الموجود على تكنولوجيا المعلومات، إذا تمكننا دكتور سيف من الحساب الثاني أن يعمل عليه، جزيل الشكر. ترجمة
نتوكل على بركة الله. الصوت واضح عيني دكتور علي؟ نباشر دكتور علي؟ دكتور علي الصوت واضح حتى نباشر؟ بسم الله خالقنا جميعا الذي خلقنا من مصدر واحد، خلقنا من طين أرضه وبث فينا الروح من نسماته ونوره، وأسمانا بشرا وإنسانا وناسا، ثم وصفنا ببنو آدم. السلام عليكم جميعا أيتها الأخوات وأيها الأخوة. في البدء أتقدم بعظيم الشكر وخالص الامتنان إلى الجهات الراعية: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية، وكافة تشكيلات هذا المركز الموقر، وإلى مكتب العراق، وبالأخص الأخ العزيز والصديق الدكتور علي الجبور المحترم، وإلى كل من الدكتور أحمد بوهكو المحترم رئيس اللجنة التحضيرية، والأستاذ أستاذ كريم عايش المحترم رئيس اللجنة التنظيمية، وإلى كل القائمين والعاملين هنا في العلن وفي الظل، متمنيا لمركزكم وكافة فروعه تألقا وتميزا وعطاء دائما، مع أجمل التحايا لجميع الحاضرين. ندوتنا اليوم هي بعنوان الإرهاب البيولوجي بايوتيرورزم. محدثكم الأستاذ الدكتور سيف جبار المياح من كلية الطب جامعة الكوفة دولة العراق. ابتداء كمقدمة عن الإرهاب البيولوجي، هذا فيديو قصير جدا يعطي نبذة سريعة عن الإرهاب البيولوجي. يسمونها قنبلة الفقراء الذرية. أن الفقراء الذرية وهي قد تنفجر في أي زمان ومكان، وهي قد تنفجر في أي زمان ومكان، وهي قد تنفجر في أي زمان ومكان. كل يزيد من الضمان شيء في أي زمان، كل يزيد من الضمان شيء في أي زمان، كل يزيد من
يسمونها قنبلة الفقراء الذرية، وهي قد تنفجر في أي زمان ومكان وبدون سابق إنذار. من بين كل أسلحة الدمار الشامل، يبقى الإرهاب البيولوجي هو الأكثر قدرة على الفتك. فهو سلاح بلا صوت ولا طعم ولا رائحة. إنه الخوف من المجهول. يقال إنها ليست مسألة احتمال، بل هي مسألة وقت. إن الاعتداء الناجح كفيل بوقف كل الوظائف الطبيعية للمدينة، من دراسة إلى تجارة، وقد يصبح إغراء الأسرة الواحدة مصدر خطر إزاء بعضهم بعضا، ما سيمزق نسيجنا الاجتماعي. يشكل الإرهاب البيولوجي تهديدا جديا للأمن الدولي في القرن 21، ولدى مراكز مكافحة الأوبئة لائحة قصيرة من الميكروبات الأكثر فتكا والتي قد يستعملها الإرهابيون. إليكم الستة الكبار: الجمرة الخبيثة، الطاعون، داء التلريات، الحمى النزيفية، جرثومة التسمم الغذائي، الجذري. يخضع هؤلاء القتلة الصامتون لمراقبة دائمة من قبل مركز مكافحة الأوبئة، لكن ما الذي قد يحصل إن وقعت بين أيد غير أمينة؟ عذرا، دائما مشكلة الصوت طبعا مع الفيديو في هذه التقنيات، لكن هذا ممكن إيصاله. عموما بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين، ولكن بالتعليم تقتل الإرهاب. فنستطيع أن نقتل الإرهابيين بالأسلحة، لكن بالتعليم نستطيع أن نقتل الإرهاب. هذا ما قالته الناشطة الباكستانية مالالا يوسفزي. إذن ما هو الإرهاب البيولوجي؟ ما هو مفهوم الإرهاب البيولوجي؟ الإرهاب البيولوجي هو إطلاق متعمد لفيروسات أو بكتيريا أو طفيليات أو فطريات أو حتى حشرات أو سموم أو أي عوامل بيولوجية ضارة حتى تتسبب بالمرض أو الوفاة لدى البشر أو الحيوانات أو النباتات. المشكلة أن هذه العوامل دائما هي موجودة في الطبيعة، وممكن تحويرها وممكن تغييرها، ممكن التلاعب فيها مختبريا حتى يتم زيادة قدرتها على أحداث المرض أكثر، أو جعلها مقاومة للأدوية أو اللقاحات، أو زيادة قدرتها بالانتشار بالبيئة أو بالطبيعة. لذلك أرجو الانتباه أن هذا الإطلاق يجب أن يكون متعمد حتى يتحقق مفهوم الإرهاب البيولوجي، وإذا لم يكن متعمد صار الأمر هو عبارة عن إهمال أو تقصير وظيفي أو مهني، يخضع حينها لمسؤولية إدارية أو مسؤولية تقصيرية أو حتى مسؤولية جزائية، لا يخضع إلى مفهوم الإرهاب أو قانون الإرهاب عموما. طبعا علامة هذا الإرهاب البيولوجي اللي هي دائما ما تستخدم، هذه علامة تسمى رمز البيوهازارد. أينما تجدوها تدل على الخطر البيولوجي، وهنالك خطر كيميائي وهنالك خطر إشعاعي. طبعا هذه صممها هو تشارل بالدوين عام 1966، وهو مهندس بيئي صحي، فصارت هذه هي العلامة المستخدمة. يبقى السؤال المهم: ما هو يعني أهداف الإرهاب البيولوجي؟ لماذا؟ دائما يسعى الإرهابيون إلى خلق الخوف والاضطراب في المجتمع، حتى وإن كان عدد الإصابات والوفيات كبير. على الرغم من أن الإرهاب يحقق الخوف والاضطراب في المجتمع، قد يتجاوز الضرر الفعلي اللي سبب الهجوم. لذلك دائما السبب نفسي قبل أن يكون سبب واقعي ميداني. وأنا أقول أي إهدار متعمد أو تدمير للغلاف الجوي أو نقل متعمد لعوامل معدية للبيئة، للسكان، أو الأضرار بصحة الإنسان أو المحاصيل الزراعية أو المياه أو الماشية،
في اعتقادي وثقتي وإيماني وخبرتي هو هذا يعتبر إرهاب بيولوجي. هل الإرهاب البيولوجي وقع في أزمنة معينة وتواريخ معينة؟ نعم، الإرهاب البيولوجي هو ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة لسلسلة من الأحداث والوقائع اللي عبر قرون طويلة استخدمت فيها كل الوسائل والأفكار اللي ممكن أن توقع الخسائر في العدو، فلذلك هو ليس وليد اللحظة. هذه أمثلة سريعة يعني مما موثق حتى تكون المعلومة يعني من مصادر صحيحة. على سبيل المثال، في القرن الرابع قبل الميلاد وفقا لهيرودوت، الرومات السكيثيين كانوا يصيبون سهامهم بالعدوى عن طريق غمسها بالجثث المتحللة وإطلاقها بالاتجاه المقابل. في القرن السادس قبل الميلاد، هاي ما موجودة طبعا بالبرزنتيشن، ورد أن الجيوش الفارسية سممت الآبار بفطر الآرغوت، وهو فطر طبعا يسبب الهلوسة والمرض، وبالتالي يمثل أحد أقدم الوسائل المستخدمة للأسلحة البيولوجية. في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، الحيثيون كانوا يرسلون أكباش مصابة بمرض التوليريميا إلى أعدائهم. عام 1155 بربروسا سممت آبار المياه بجثث بشرية، هذا ما حصل في تورتونا الإيطالية. عام 1346 قام المغول بإلقاء جثث ضحايا الطاعون اللي كانوا يعني توفوا من ضحايا الطاعون، قام المغول بإلقاء جثثهم من فوق أسوار مدينة كافا المحاصرة في وقتها. مدينة كافا هي حاليا اللي هي شبه جزيرة القرم، أو ما تعرف في فيودوسا أو أوكرانيا اللي هي حاليا، وبالتالي هذا تسبب طبعا، هذا نشر الجثث بالطاعون عبر الأسوار تسبب في انتشار الموت الأسود، ما يعرف بالموت الأسود حتى في أوروبا. عام 1422 الجيش الليتواني أيضا قام برمي السماد اللي مصنوع من ضحايا المصابين في بلدة كارولشتاين في بوهيميا. عام 1495 أيضا الإسبان قاموا بخلط النبيذ بدم مرضى الجذام وبيعه لأعدائهم الفرنسيين في نابولي في إيطاليا. عام 1650 قام الجيش البولندي أيضا بإطلاق لعاب الكلاب المسعورة اللي مصابة بداء الكلب، أجل الله حضوركم، تجاه أعدائهم. عام 1710 قام الجيش الروسي بقذف أيضا جثث الطاعون بالمنجنيق فوق القوات السويدية في ريفال في إستونيا، وهذه طبعا ايضا سببت امراض كثيره بالسويديين وغيرهم. عام 1763 ايضا قام الضباط البريطانيون بتوزيع بطانيات من مستشفى لمرضى في الجدري الى الامريكيين الاصليين، وزعت هذه وبالتالي اصابت الكثيرين، وحصلت هذه ابان التمرد اللي حصل في بونتياك وادى الى انتشار المرض على نطاق واسع تعدى حتى حدوده. عام 1767 أيضا غامرت الجيوش النابليونية السهول المحيطة بمانتوفا في إيطاليا، وعززت حينها انتشار وباء الملاريا بين الأعداء أعدائهم. عام 1863 أيضا قام الكونفدراليون ببيع ملابس ملوثة بمرضى الحمى الصفراء والجدري لقوات الاتحاد أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. كذلك بالحرب العالمية الأولى ما بين 1914 و1918 أيضا بدأت ألمانيا برنامج سري لإصابة الخيول والماشية التابعة لقوات الحلفاء باستخدام غدد لمفاوية ملوثة والجمرة الخبيثة. أيضا في الحرب العالمية الثانية شهدت أحداث أجرت اليابان أبحاث واسعة النطاق في مجال الحرب البيولوجية، وكذلك التجارب أجريت حتى على البشر واستخدمت عوامل في الصين كذلك، ألقوا براغيث مصابة بالطاعون، سمموا إمدادات المياه لأجل دراسة تفشي الأمراض. إذن حوادث إرهابية كثيرة، وكان أحدثها عام 1984 حينما قام في وقتها أتباع باجوان شري راجنيش اللي هو كان مسؤول عن حركة راجنيش المعروفة، حيث قاموا بتلويث بارات السلطة في ذاداليس واللي هي مقاطعة في واسكو الريفية الأمريكية، وبالتالي أدى ذلك طبعا ولوثوها باستخدام السالمونيلا التايفي اللي هي سبب التيفوئيد، وبالتالي أصيب 751 شخص. كان الهدف هو التأثير على الانتخابات المحلية، وأدينوا أدانهم المكتب الفيدرالي في وقتها، وهي تعتبر من أولى الهجمات الإرهابية البيولوجية في الولايات المتحدة.
وأكيد أخيرا أنا حتى لا أطيل كثيرا لأن التاريخ حافل، كلنا سمعنا عن هجمات الجمرة الخبيثة في عام 2001 وما حصل وما تبع من تفاصيل، لذلك يعني أحداث تاريخية وما زالت مستمرة. أنا أكتفي بهذا القدر المسجل رسميا. لذلك ما هي العوامل البيولوجية؟ العوامل البيولوجية تقسم وتصنف خصائص الإرهاب البيولوجي اللي هي عادة تمتلك خصائص معينة، وهذه العوامل هي مسببات أمراض بشرية، أي ممكن تنقل الأمراض الفتاكة للإنسان، والسموم أيضا ممكن، سموم هي مكونات للميكروبات وغيرها، وعوامل مضادة للمحاصيل اللي هي المحاصيل الزراعية، يعني ممكن أن تستهدف المحاصيل فقط ليس لإتلافها بل لأجل أيضا أن تفقد ثقة المستهلك، وعوامل ممكن تصيب الحيوانات أيضا، وممكن أن تشترك هذه العوامل فيما بينها، يعني تصيب أكثر من حالة وأكثر من طرف في آن واحد. يبقى السؤال، ما هي مواصفات أو خصائص عوامل الإرهاب البيولوجي أو عوامل البيولوجية؟ عادة يجب أن تتميز هذه العوامل بمجموعة من المميزات. أول شيء أن تتميز بقدرتها على الإصابة العالية، قدرتها على الانتشار، قدرتها على البقاء، قدرتها على التضاعف، أيضا قدرتها الوجود الولوج إلى داخل الجسم المصاب، كذلك قدرتها على السمية العالية، قدرتها على إحداث مرضية عالية، قدرتها على إحداث أعراض، فترة حضانتها تكون سريعة ما بين الإصابة وما بين إحداث الأعراض، قدرتها على الانتشار، وأيضا مدة حضانتها تكون مختلفة أسرع حتى ممكن توغل أكبر عدد ممكن من الإصابات، وسميتها عالية، قدرتها على الإماتة، قدرتها على الأمراضية والوبائية. والميزة أيضا المهمة هي ثباتيتها في البيئة، يجب أن تتحمل الظروف البيئية حتى لها قدرة على أن تنتقل بسهولة. لذلك دائما العوامل البيولوجية تستخدم بالإرهاب البيولوجي، لا يتوفر لها لقاح بسهولة أو علاج فعال، صعوبة تحديدها واكتشافها، وقدرتها على التوزيع والانتشار العالي والفعال. طبعا مركز السيطرة على الأمراض الوبائية والوقاية الـ CDC صنف هذه العوامل إلى 3 مستويات، مستوى قيل عنه مستوى أي، وهذا المستوى يتميز بقدرة عالية على الإماتة وانتشار سهل، ولكن يحتاج إلى فعاليات وطرق خاصة لاستعماله. المستوى الثاني اللي هو مستوى بي، هذا طبعا يكون ايضا قدرته متوسطه، اقل قوه ومستوى من الاي، سهل الانتشار، وايضا يسبب مستوى معين من الاماته ومن الوبائيه. بينما سي اخر مستوى، هذا ايضا خطر، هو سهل التصنيع والى قدره على احداث اماته عاليه، فكل واحد من هذه المستويات هو تتبع خطورته، فالاخطر يكون اي وثم بي وثم سي. لذلك إذا نأتي إلى الفئة أي، سنلاحظ أخطر الميكروبات وأخطر العوامل البيولوجية مصنفة ضمن هذا، واللي ذكرها صاحب الفيديو مثال الجمرة الخبيثة، وهذه الوشيقية تسبب السم الوشيقي، الطاعون، وأيضا الجدري، والتوليريميا، والحمى النسفية. الحمى النسفية الآن منتشرة طبعا في بعض الأرياف وكذا، أيضا تعتبر فيروسات فتاكة، وهذه الفيروسات الرملية اللي هي القدرة على الإصابات العصبية والنسفية وغيرها من التفاصيل. أما المستوى بي، نلاحظ أيضا مستوى أقل خطورة مثل البروسيلا اللي تسبب هذه حمى مالطة، حمى نفاسية، وتهديدات تسبب سلامة الغذاء مثل السالمونيلا، هذه التيفوئيد، والعصيات القولونية، وأيضا الرعام، هو ما يعرف بالرعال أو داء الخيول، وايضا الميلونيدات اللي يعرف باسم السل الفيتنامي، حمى كيو اللي يصيب الانسان والحيوان، وغيرها من التفاصيل. الاحداث ايضا احنا ممكن انه نطلع على تفاصيل كيف تكون استراتيجيات الهجوم. عادة استراتيجيات الهجوم هي تختلف من حالة الى حالة، هنالك تو سيناريو للهجوم. السيناريو الاول انه احيانا يكون الهجوم البيولوجي هو غير معلن، يكون مغلن وواضح، وهذا يعطي فرصه للاستعدادات، وهذا دائما مستبعد. السيناريو الثاني يكون غير معلن، يكون سري حتى يكون مفاجئ ويوقع اكبر خسائر ممكنه، وهذا ما يمكن طبعا دائما هو المتوقع. كذلك في عمليه انتقال المرض، السيناريو الاول
هو يتم إصابة الإنسان وبالتدمير، وبالتالي هو بدوره يتحول إلى عامل بيولوجي مؤثر. السيناريو الثاني حسب الصورة هو لا، يتم نقل المواد البيولوجية عبر الإنسان بعلمه أو بدون علمه، وبالتالي ينقلها ويسبب أضرار في الطبيعة. وهذا مخطط يوضح كيفية الانتشار، وهو يعني أنا أجمله في أنه عن طريق اللمس يتم الانتقال العوامل المعدية، وعن طريق الاستنشاق، وعن طريق تناول الماء أو الغذاء الملوثين. يعني هذه المصادر هي الأساسية. الأحداث اللي تشير إلى إرهاب بيولوجي، كيف ممكن أنه نستدل على أحداث ممكن تحصل وتشير إلى إرهاب بيولوجي؟ هذه الأحداث عادة نلاحظ إصابة عديد من الأشخاص في آن واحد، وباء مفاجئ، نفوق غير مبرر للحيوانات وإصابة بكميات كبيرة، منحنى وبائي يصعد بسرعة، يرتفع ويهبط، يعني ما يتبع الكيرف اللي ممكن يصير بالأمراض الاعتيادية، فترة نقاهة، فترة حضانة، فترة إصابة، وكأنه يعني يؤدي هجمة سريعة ويتساقط، وبالتالي هذا أيضا يعتبر عامل. نلاحظ إصابات حادة للجهاز التنفسي وجلد وحمى، وكلها تتجمع في آن واحد. مرض موسمي في غير أوانه، غير موعده، وهذا أيضا يثير استغراب. نلاحظ عامل مرضي معروف، يعني معروفة مكوناته، معروفة، ولكن سلوكه مختلف غريب، أيضا يؤشر يعني تساؤل. وأيضا مسبب مرضي متطابق في كل مناطق مختلفة، يعني أكثر من مكان، وكأنه نفس العامل تم نشره في أكثر من مكان. الأمراضية والمظاهر السريرية اللي ممكن نجدها، نجد أمراضية يعني متجمعة وغريبة، نجد أنه أمراض آفات جلدية وعصبية وتنفسية، وحالات نزف من الجلد داخلية وخارجية، وحالات نزف من أماكن كثيرة تحصل، وأيضا كدم أشبه بالكدمات ونزف تحت الجلد، هذا يدلل على أنه هذه العوامل هي لا تشبه العوامل الاعتيادية. السيطرة والوقاية، كيف ممكن السيطرة والوقاية؟ عادة هنالك استراتيجية للسيطرة والوقاية. أولا يجب عدم فتح أي مغلف أو مظروف غريب أو هزة أو إفراغه، عدم إظهاره للآخرين، عدم اللمس، عدم الشم، دائما استخدام المساحيق، غسل اليدين، احتياطات العزل ضمن بروتوكولات خاصة للمؤسسات اللي هي المؤسسات المختصة بهذا الجانب، واستخدام معدات الحماية طبعا لكل عامل مرضي، لكل ظروف معينة معدات حماية خاصة بها، يعني متستخدم لكل غرض. تحتاج عمليات إدارة ما بعد التعرض، خروج، محاصرة المنطقة، جرد المحتويات، التطهير، التعقيم، ومعالجة الحالة النفسية للإرهاب البيولوجي، لأن من الملاحظ أن الإرهاب البيولوجي يستهدف العامل النفسي، بالتالي العامل النفسي مهم جدا في السيطرة واحتواء الإرهاب البيولوجي. لذلك يعني الاستجابة لأي حادث، هذا بروتوكول يسمى منهجية استجابة للمخاطر، هذا يتضمن تقييم المخاطر، ويتضمن إدارة المخاطر، ويتضمن اتصالات المخاطر من حيث الرقابة والمتابعة، وبالتالي خطط الاستعداد والوقاية وما بعد التعرض وما قبل التعرض، أيضا مخطط فيه تفاصيل كثيرة فقط يعني للاطلاع طبعا على جنابكم. ودائما طرق الإصابة بالعدوى، أيضا نحذر العاملين في المختبرات، لأن دائما اللي يعملون المختبرات مع هذه العوامل معرضين للإصابة أكثر من غيرهم، عن طريق الملامسة أو الوغز أو الجرح بأدوات المختبرية أو من خلال الاستنشاق أو الملامسة. وبالتالي السلامة البيولوجية تحتاج مستوى من التقنيات والمختبرات، مستوى أول، ثاني، ثالث، رابع، لكن دائما احنا المخاطر البيولوجية تسبب الإرهاب البيولوجي أو ممكن أن تكون مهددة بيولوجيا هي ضمن المستوى الرابع. لذلك الأمراض الناجمة دائما ما يعني تحدث لابد من استخدام كل التقنيات المعمول فيها، وأنا طبعا عندي هم توصيات وبرامج كثيرة بهذا الجانب. هنالك أريد أن أميز فقط، هنالك اختلاف ما بين مفهوم الإرهاب البيولوجي وما بين الحرب البيولوجية، ما بين بايوتيريزم وبين بايولوجيكال وورفير، والاختلافات من حيث التعريف والقصد. فالحرب البيولوجية، الإرهاب البيولوجي طبعا يستهدف دائما جهات غير تابعة للدولة، الحرب البيولوجية قد تكون حرب تابعة لقوانين معينة، والجمهور المستهدف دائما الإرهاب البيولوجي يستهدف المدنيين والعزل، الحرب البيولوجية قد تستهدف العسكريين ضمن بروتوكولات معينة. الجهات الفاعلة كذلك المشاركة، الجهات الفاعلة قد تكون الحرب البيولوجية جماعات متطرفة أو إرهابية، بينما الحرب البيولوجية قد تكون تشكيلات من القوات المسلحة، وإن كان القانون يحط طبعا هناك اتفاقية تسمى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية تلتزم بها. وكذلك الاعتبارات القانونية والأخلاقية، أيضا الحرب البيولوجية، الإرهاب البيولوجي يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولي، لأنه تثير مخاوف أخلاقية كثيرة على المستوى الإنساني، بينما الحرب البيولوجية وإن كانت غير أخلاقية لربما فيها قواعد معينة، وإن كان القانون ينص على خلاف ذلك.
الخلاصة حتى لا أطيل عليكم كثيرا، الحرب البيولوجية، الإرهاب البيولوجي لا يميز بين إنسان مدني أو عسكري، ولا يميز بين حيوان أو نبات. متعمدا يستهدف الفرد والمجتمع والأمن المحلي والدولي، والعوامل البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي موجود في الطبيعة أو بشكل مصنع. لذلك ضرورة التأكيد على أهمية الاستعداد والتخطيط لمواجهته واحتوائه، وهذه تقع على عاتق المؤسسات وعلى عاتق المجتمع وعلى عاتق الفرد. في الختام أشكر حسن إصغائكم وآسف على الإطالة، وأتمنى السلامة والأمن والأمان والشفاء للجميع، وأسأل الله التوفيق لي ولكم، وشكرا. كل الشكر والتقدير إلى الأستاذ البروفيسور الدكتور سيف جبار ياسر المياح. شكرا جزيلا دكتور على هذه الندوة أو المحاضرة القيمة جدا التي استفدنا من عدها كثيرا. نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله نلتقي بحضرتك ونلتقي بكل الباحثين في ندوات أخرى ودورات أخرى. هنا ننوه أخواني، بعد انتهاء الندوة سوف نرسل لكم رابط الحضور لغرض كتابة الأسماء ومكان العمل حتى نتمكن من إدراج أسماءكم في ملف خاص. شكرا جزيلا للجميع، شكرا جزيلا دكتور سيف، شكرا جزيلا إلى عفوا دكتور دكتور، كريم، شكرا جزيلا أرجو أن إلى تضع دكتور أحمد. الرابط الآن من أجل تسجيل الحضور قبل مغادرة المشاركين. شكرا. إخواني الأعزاء، أرسلنا لحضراتكم على الشات رابط الحضور، بإمكانكم تسجيل الحضور، وأهلا وسهلا بكم. إخواني إذا يوجد عندكم أي سؤال أو استفسار، بإمكان دكتور سيف أن يجيب على جميع الأسئلة والاستفسارات. نعم، هل يوجد استفسار أو سؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذ يرجى دكتور عبير التعريف عناية بكم. السعيد. أستاذ دكتور عبير عناية السعيد.